زين شاركتي بالمسابقة وما شفناك أكثر وحدة سلطت عليها الضوء، مع إنه أنت طلعتي الوصيفة الثالثة ومس مدى أصلاً تندمت. أكثر شيء تندمت عليه إنه شاركت في هالمسابقة. أنت تشوفين نفسك حلوة؟ إذا الناس قالوا رانيا فشلت ما قدرت توصل الشيء مقارنة بالبقية. نعم فشلت. عارفين أكثر شيء بنات في أي مكان أدخل به. مساء الغيرة. حش السمات شيء ما خاسر هي اللي ما قبلت إن أنا أشتغل في القناة. كل شيء ما عدا هاي النفوذ يعني أطلع. أكيد. اليوم سمعت إنه أنت اشتغلتي بأحد القنوات لفترة قصيرة وطلعتي. سمعت إنه تم الاعتداء عليك من قبل أحد المسؤولين في هذه القناة. ما أقول واحدة بس هذا. تحسين بالوحدة؟ طبعاً. أحياناً يعني طبعاً أحس بالوحدة.